إن راح ناخذ الدايجستيف سيستم محاضرة رقم 10 الجزء الأول فقط من عدها. هنا أنا السلايد الأول اللي هو general function of the gastrointestinal tract. عندنا مجموعة الوظائف العامة، مجموعة الوظائف العامة للقناة المعوية، طبعا هي 10 نقاط تجيكم على شكل تعداد أو تعاريب أو حتى فراغات. ناخذ النقطة رقم 1 الوظيفة الأولى اللي هي الانجستشن، اللي هي عملية خلينا نقول إدخال الطعام. Ingestion is the introduction of solid or liquid food into the stomach. هي عملية إدخال الطعام سواء كان صلب أو سائل إلى المعدة. Through oral cavity or stomach tube. من خلال تجويف الفم. هاي هي نقطة رقم 1. نقطة رقم 2 اللي هي mastication chewing، هي عملية المضغ. Is the process by which food intake into mouth is chewed by teeth for easier penetrates of enzymes to food. يعني هي العملية اللي من خلالها يتم أخذ الطعام، okay، أو إدخال الطعام إلى الفم ومضغه بواسطة الأسنان. هذا طبعا عملية المضغ حتى نسهل من افتراق الإنزيمات للطعام، حتى الإنزيمات تهضم الطعام. هاي نقطة رقم 2. نقطة رقم 3 propulsion اللي هي عملية دفع أو تسيير الطعام. is the movement of food from one end to the other. هو عملية يعني حركة أو دفع الطعام سيرة من نهاية إلى نهاية أخرى، من جهة إلى جهة أخرى. هاي النقطة رقم 3. mixing العملية الخلط. mix the food with digestive enzyme by contraction in the small intestine. INT هي intestine or segmental contraction. عملية خلط الطعام داخل القناة الهضمية والأمعاء الصغيرة، أمعاء الدقيقة سوري، تم من خلال عملية تقلص الأمعاء. عملية تقلص الأمعاء تساهم بصلاة التقلص عن تساهم في عملية خلط الطعام. ينخلط الفود ويا من؟ ويا الدايجستيف انزيم، ويا الانزيمات الهاضمة. هذا هو تعريف الميكسينج. النقطة رقم 5 اللي هي السكريشن اللي هي الإفراز. are added to lubricate، الإفرازات اللي تفرزها المعدة. added to lubricate تزييد، تزييد liquefy إضافة سوائل، and digest the food وهضم الطعام. the contents of secretion طبعا هاي الإفرازات الموجودة بالمعدة تحتوي على number 1 الميوكس المخاط، 2 water، 3 enzymes انزيمات وماء وميوكس. هاي نقطة رقم 5. نقطة رقم 6 اللي هي digestion الهضم. is the breakdown of large insoluble food molecules، اللي هي عملية تكسير جزيئات الطعام الكبيرة واللي هي غير ذائبة بالماء into small water soluble food molecules، إلى جزيئات طعام أصغر وذائبة في الماء. so that they can be absorbed into the watery blood plasma، حتى فيما بعد يتم امتصاصها بالدم. أمثلة على هذا like protein into amino acids، مثل ما يتم break down للبروتينات إلى أمينو أسيد، إلى وحدات أصغر، والكربوهيدرات أيضا يتم تحويلها إلى وحدات أصغر اللي هي المونوسكرايد، السكريات الأحادية، وكذلك يتم تحويل الدهون إلى جزيئات أصغر اللي هي فاتي أسيد أن جليسيرول. وهاي كلها تطرقنا إلها بالمحاضرة الأولى من الفسلجة. هسه عندنا السلايد الآخر اللي هو يدي بالجي آي تي، جي آي تي gastrointestinal tract، هي نفسها قناة الهضمية. نقول the GIT is around 9 meters long، طوله حوالي 9 مترات. Food digestion physiology varies between individuals and upon other factors. عملية الهضم الطعام تختلف من شخص إلى آخر، وهي تعتمد على عوامل أخرى. مثال عليها such as
أول شيء الكاركترستكس أو ذا فود، خصائص الطعام اللي يتناولها هذا الفرد أو هذا الشخص. نقطة رقم 2 سايز أوف ذا ميل، حجم الوجبة اللي يتناولها الشخص. عموما the process of digestion normally takes between 24 and 27 hours، تأخذ تقريبا عملية هضم الطعام من 24 to 72 hours، من 24 ساعة إلى 72 hours، 72 ساعة، تأخذ من يوم إلى 3 أيام، هاي أقصى الحالات. هنا بعدين يقول two type of digestion، هناك أن نوعين من عملية الهضم، يكون نوعين من الهضم، واللي often divided into two processes، يقسم إلى عمليات. يعني إذا أسألكم شنو أنواع الهضم راح تقولوا لي النوعين اللي هو الهضم الميكانيكي والهضم الكيميائي، وإذا أقولكم شنو العمليات شنو العمليات الاثنين اللي يمر بها الهضم هم يقولوا لي ميكانيك دايجستشن والكيميكال دايجستشن. المهم هاي تو تايب اوف دايجستشن هي A و B موجودة بالسلايد. A اللي هي ميكانيكال دايجستشن اللي هي الماستيكيشن اند ميكسينج، اوكي. الهضم الميكانيكي اللي هي عملية مضغ الطعام والميكسينج، قلنا المضغ اللي يتم بالفم، اوكي، طريقة كيف، والميكسينج اللي يتم عن طريق تخلص الأمعاء. The term mechanical digestion refers to the physical breakdown of the large pieces of food into smaller pieces. Okay. الهضم الميكانيكي يشير إلى تكسير الطعام، تكسير الوحدات الكبيرة أو القطع الكبيرة من الطعام إلى وحدات أصغر، which can subsequently اللي فيما بعد be accessed by digestive enzyme، اللي فيما بعد يتم يعني تكون وحدات الطعام صغيرة، فبإمكان الدايجستيف انزيم انزيمات الهاضمة انه تخترقها حتى تهضمها. So the body can use it later. Okay. جسم الإنسان يستخدم يعني الوحدات الصغيرة يمتصها. هذا بالنسبة ل A. بالنسبة ل B chemical digestion اللي هو الهضم الكيميائي اللي يتم by بين قوسين مكتوب by digestive enzyme، يعني يتم بواسطة الإنزيمات الهاضمة اللي هي enzymes break down food into small molecules the body can use. الإنزيمات هاي الهاضمة وظيفتها تكسير الطعام وحدات كبيرة من الطعام إلى وحدات أصغر حتى جسم الإنسان يقدر يستخدمها يستعملها يمتصها. Okay. في الميكانيكال دايجستشن والكيميكال دايجستشن كل من هاي العمليات الاثنين هي وظيفتها الأساسية تحويل قطع الطعام كبيرة إلى صغيرة حتى الجسم يقدر يستخدمها فيما بعد. الكيميكال تتم عن طريق الدايجستيف انزيم، وهنا الميكانيكال دايجستشن تتم عن طريق الفيزيكال بريك داون، اوكي، بواسطة التيف. هاي كانت الملاحظات الموجودة عن نقطة رقم 6. أما رقم 7 اللي هو الابزوربشن، عملية الامتصاص، is the movement of the molecule out of the digestive tract، هي عملية خروج حركة خروج هذه الجزيئات اللي تم هضمها، اوكي، تقطيعها او بريك داون الى وحدات اصغر، خروجها من القناة الهضمية وين into circulation or the lymphatic، يعني خروجها الى الدم. او 7 نقطة رقم 8 اللي هي transportation، النقل، is the process by which absorbed molecules are distributed throughout the body، هي عملية نقل هاي المواد اللي تم امتصاصها، اوكي، بعد تقطيعها الى وحدات اصغر تم نقلها الى كافة انحاء الجسم. هاي نقطة رقم 8. اما نقطة رقم 9 اللي هي elimination، اوكي، الاخراج او التخلص من اشياء معينة. خلينا نشوف شنو elimination. is the process by which the waste products are removed from the body. defecation اللي هي الاخراج، اوكي، يعني العملية اللي بواسطتها يتم الويست اللي فضلات، يعني يتم التخلص من الفضلات من الجسم طبعا عملية الإخراج. هاي نقطة رقم 9. أما نقطة رقم 10 regulation، التنظيم، عملية الهضم بشكل عام يتم
التحكم بها عن طريق النيرفس سيستم الجهاز العصبي. So regulation by nervous system, part of it located in the digestive system within the intramural plexus. Okay. فالتحكم في عملية الهضم أو الجهاز الهضمي تم عن طريق الجهاز العصبي. وهذه النيرفات أو النيرونز موجودة وين؟ داخل اللومن، الطبقة اللي تحيط بالقناة الهضمية من ضمن الانترامورال بلكسس. هاي كان بالنسبة للنقطة رقم 10. هسه نجي إلى الفانكشن اوف اورال كافيتي، وظيفة تجويف الفم. شنو وظيفته؟ دي وظيفتين أساسية اللي هي secretion of the saliva، إنتاج اللعاب. النقطة الثانية اللي هي الماستيكيشن. عندنا نقطة طبعا ثلاثة deglutition، okay، اللي هي swallowing. فنرجع النقطة رقم واحد اللي هي أول وظيفة من وظائف تجويف الفم، secretion of the saliva، إنتاج السلايفة. عندنا هنا السلايفة وظيفتها اللي هي عملية تحويل starch إلى maltose، إلى سكريات. عملية تحويل النشا، الستارش هو النشا، تحويله إلى مالتوز عن طريق إنزيم التايلين. السلايفة اللعاب، أوكي، لعاب الإنسان يحتوي على إنزيم يسموه التايلين، هاي البي سايلنت، أوكي، التايلين اللي هو مالتيز، هو نوع من أنواع إنزيم المالتيز اللي يشتغل على الستارش، يحول النشا الستارش يحوله إلى مالتوز، إلى سكريات، أوكي. فهاي أول وظيفة للسلايفة. الوظيفة الثانية للسلايفة، سلايفة prevent bacterial infection، okay. سلايفة تمنع أي التهاب بكتيري أو أي إصابة بكتيرية. هاي وظائف السلايفة. طبعا هاي نقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين اللي هي ثاني وظيفة للأورال كافيتي اللي هي الماستيكيشن، اللي هي يعني عملية chewing، okay، عملية مضغ الطعام. كي يساعد خلينا نقول أو الأورال كافيتي اللي هي داخلها مضغ الطعام. نقطة رقم ثلاثة اللي هي deglutition swallowing، هم ينا خلال الأورال كافيتي يساعدنا عملية ابتلاع الطعام. كي هاي ثلاث وظائف للأورال كافيتي، راح تجيكم تعداد. هسه موف للوظيفة الأخرى اللي هي function of the stomach، شنو وظيفة المعدة؟ طبعا وظيفة المعدة أول شيء هي الانجستد أو الانجستشن اللي هي عملية هضم الطعام، اللي هي شنو انجستد اللي هي إدخال الطعام، يتضمن لنا عدة عمليات mixed food together with stomach secretion to form chyme اللي هو thick liquid، اللي هي انجستد اللي هو عملية خلط الطعام مع الإفرازات المعدة حتى يكون لنا شنو، حتى يكون لنا الكايم اللي هو عبارة عن سائل سميك القوام. هاي الوظيفة الأولى للمعدة. الوظيفة الثانية للمعدة ستورج اللي هو خزن الطعام، اوكي، إلى حين هضمه. هسه عندنا الجاستريك جوس، اوكي، العصارة المعدية، اوكي. In the stomach starts protein digestion، عملية هضم البروتين تبدي وين؟ بالمعدة. Gastric juice، العصارة المعدية، mainly contain hydrochloric acid and pepsin. شنو الأكثر شيء موجود بالgastric juice؟ موجود البيبسين اللي هو هضم البروتينات، وعندنا hydrochloric acid اللي هو حامض، أوكي؟ as these two chemicals may damage the stomach wall، هاي المكونات اثنيناتهم ممكن تسبب لنا تحطم او اذى لجدار المعدة. mucus is secreted، طبعا اذا يعني خلينا نقول اذا واحد ما ياكل ممكن او جوعان كلش هذه ممكن يسبب لنا تحطم، اوكي. mucus is secreted by the stomach، كذلك عندنا المخاطم يفرز من قبل المعدة. Providing a slimy layer that acts as a shield against the damaging effect of the chemicals. فكوسيلة دفاعية المعدة راح تنتج ميوكس اللي يحيط بالطبقة، اوكي، يحيط بالجدار المعدة حتى يحافظ لنا من هاي الهيدروكلوريك اسيد والبيبسين تأثيرها ال damaging effect مال هذني مكونات اثنين
حافظ على المعدة من تأثيراتهم. اوكي هسه عندنا هاي الجاسر الجوس، هاي الملاحظات اللي موجودة عليها. هسه عندنا اهم شي مكوناتها اللي هي هيدروكلوريك اسيد والبيبسين، شلون الجسم يعني هاي طبعا مكونات ضارة، شلون الجسم يحافظ على المعدة من هاي المكونات الضارة. طبعا هي مو ضارة، هي مفيدة لعملية الهضم بس ضارة بالمعدة بحد ذاتها. فالجسم يفرز لنا الميوكس اللي هو يعتبر مثل الشيلد، مثل الغطاء يحيط بالطبقة يعني بالجدار المعدة حتى يمنع هاي التأثيرات الضارة مال هذه المكونات. اوكي هسه move to the regulation of the stomach secretion، شلون اللي ينظم لنا الافرازات المعدية. هسه اول شيء عندنا هاي معلومات قبل ما ناخذ الريجوليشن مالتها. هسه عندنا approximately 2 to 3 liter of gastric secretion per day، تقريبا يتم انتاج 2 الى 3 لتر من العصارة المعدية باليوم، بس هذا يتأثر ب من عوامل that affected by يتأثر ب number 1 the amount of food، كمية الطعام اللي يتناولها الفرد، والنقطة رقم 2 اللي يتأثر على كمية الإفرازات هي type of food، نوع الطعام اللي يتناوله. Okay. يعني ماكسيمم هي 2 الى 3 لتر يتم انتاج الجاستريك سكريشن بير داي، واللي يتاثر بنا بكمية الطعام ونوع الطعام. لكن بعد 700 مل السكريت از ا ريزلت اوف تيبكال ميل، لو واحد يتناول وجبة مثالية يتم افراز تقريبا 700 مل. اوكي اقل بهواية من 2 تو 3 لتر. هسه اللي يتحكم لنا في الجاستريك سكريشن شغلات اثنين اللي هي النيرفس اوكي سيستم اند ذا هرمونال ميكانيزمز. اوكي الهرمونات والنيرفس سيستم تحكم لنا ريجوليت جاستريك سكريشن، تحكم لنا بالافرازات المعديه. خلينا نشوف الريجوليشن مال الجاستريك سكريشن، نشوف انه هو يمر بثلاث اطوار. Regulation can be divided into three phases. مر بثلاث أطوار. Okay. ممكن تقسيمها ثلاث أطوار. أول طور اللي هو cephalic phase. هذا الشوك يحدث occurs at the sight, taste, throat, chewing, swallowing, and smell of food. لما واحد يشوف أو يتذوق أو حتى يشم الطعام أو حتى يفكر بالطعام أو حتى ينظر الطعام. Okay. أو يبلع الطعام هذا الطور عندنا يتحفز. Okay. الاستي اللي هو ستيميوليشن، اوكي ما مكتوبه الكلمه كامله، STI اكررها هي رن اختصار للاستيميوليشن، يعني ستيميوليشن يبدي التحفيز، يبدي يتحفز نتيجه انه شخص سايت شاف الطعام ذوقه ثوت اوكي ثوت فكر بالطعام chewing or swallowing smell يبدي التحفيز. وين التحفيز هذا يروح؟ الإعاز العصبي يروح للمدلة اوكي للجزء موجود بالدماغ. اوكي هذا راح يرسل إعاز الى الباجس نيرف. اوكي الباجس نيرف هي مجموعة النيرونات الموجودة بالجمجمة او يعني محيطة بالدماغ. اوكي اللي هي باراسمباثيتك نوعها. اوكي يوصل الإعاز للستومك حتى تبدي شنو تبدي بالجاستريك سكريشن. بعد اشياء اخرى اوكي بعد الجسم يعني بعد الجسم ايضا راح يتحفز، بالاخص الاندوكراين سيلز راح تتحفز وتنتج لنا جاسترين هرمون، هرمون الجاسترين تتحفز وتنتج هذا هرمون الجاسترين اللي يروح وين؟ هاي غدد صماء او خلايا صماء تنتج راسا الى الدم، يروح للسيركوليشن اقصد بالدم بلاد سيركوليشن. هذا الهرمون ما يفرز بالمعدة، يروح للدم. اوكي هذا من يروح للدم اوكي يوصل التحفيز بعدين للباريتال سيلز اللي هي خلايا موجودة بالمعدة حتى شنو حتى يحفزها تنتج ال HCL اللي هو حامض. اوكي هذا الحامض من موجود يحفز تحويل البيبسينوجين اوكي اللي موجود بالمعدة، يحوله من انأكتف الى بيبسين اكتف. اوكي البيبسين راح بهيجي حالة يقلل الـ pH إلى 3 أو أقل حتى نبدي بالطور الآخر. أوكي
اللي هو الجاستريك. السلايد الآخر اللي هو نمبر 2، الجاستريك فيس. الجاستريك فيس تقريبا ياخذ 3 الى takes 3 to 4 hours، ياخذ 3 الى 4 ساعات. And the greatest volume of gastric secretion is produced during the gastric phase regulation، واكثر كميه من الافرازات المعديه يتم انتاجها هي في هذا الفيس، اوكي، اللي هو الجاستريك فيس. طبعا شلون يتحفز هذا الفيس؟ It is stimulated by distension of the stomach، عملية تمدد المعدة، تتمدد المعدة نتيجة لوجود الفود، اوكي، هذا الفيس راح يتحفز. اشياء اللي تحفز هذا الفيس اخرى، presence of food in the stomach، وجود الطعام، اوكي. النقطة الثالثة هو decrease in the pH، نقصان ال pH الى 3 او اقل، هذا هم يحفز ان هذا، يعني بين قوسين انه خطوة رقم اولى لازم تحدث حتى الفيس الثاني تحدث بالاول، حتى الجاستريك فيس يلا يحدث، من أن كون البيبسين هو اللي يهبط الـ pH، أوكي؟ يعني سبي البيبسين مهم حتى يسوي lowering للـ pH، decrease للـ pH. والنقطة الأخرى، البيبسين ترى همينة مهم لهضم البروتينات بالمعدة. هاي نقطة رقم 2. نقطة رقم 3 الـ intestinal phase، أوكي؟ intestinal phase اللي هو آخر طور، اللي هو has two parts، بجزئين، excitatory and the inhibitory، جزء من عنده يحفز، اوكي، جزء من عنده يثبط، بعد يحفز عملية الهضم، واحد يثبط. بس عندنا ملاحظات عليه، partially digested food full the duodenum، ان الغذاء المهضوم جزئيا لما يملي المعي الاثني عشري. This triggers the intestinal gastrin to be released. Okay, عندنا الجاسترين راح يدي شنو؟ يدي يتحرر. Okay. Enterogastric reflex inhibit vagal nuclei. Okay, هذا الجاسترين راح يسوي تثبيط للفاجال نيوكلاي، للخلايا العصبية، ليش يثبطها؟ اللي هي activating sympathetic fiber causing the pyloric sphincter to be tightened to prevent more food from entering and inhibit local reflexes. هاي ثبتها لان هي هذه توصل اعازات عصبيه للباراسمبثيتك، اوكي، على مود فازات هضميه ودخل مور فود، فلازم يتم تثبيطها حتى شنو نسوي؟ نسوي تايتن للبايلوريك سفنكتر، لازم نسد هذا السفنكتر حتى to prevent more food from entering، حتى نمنع أي بعد فود طعام آخر من إنه يدخل للمعدة، إنه لازم الطعام ينهضم بالدوادنا، أوكي، ويمر إلى الجزء الآخر من الأمعاء الدقيقة، يلا ينفتح السفنكتر، أوكي. فهسه يعني معناها إحنا عندنا بندسر عمليتين مثل ما قلنا، excitatory وinhibitory. هسه شو وقت يحدث التحفيز للهضم وشو وقت يحدث التثبيط؟ هسه هنا عندكم نقطتين جدا مهمة، اللي هو pH of kind duodenum is 3 or above، لما يكون ال pH موجود بالمعي 12 3 أو أكثر يحدث شنو عندنا؟ stimulatory response، أوكي، يحدث تحفيز، أوكي، تحفيز، تحفيز اللي هو معناها يوصل إعاز عصبي للفاجل للباراسيمبثيتك، أوكي، والسفنكتر لازم ينفتح حتى نسمع فود يجي. لكن but when the pH of the kind duodenum is 2 or less، لما يكون 2 أو أقل، أوكي، هذا لما يتكون، لما يجي الفود، أوكي، ويتكون البيبسين راح يقلل هذا ال pH، أوكي. في شي حالة لازم شنو عندنا؟ البايلوريك سفنكتر شبي تايتن نسد، اوكي، وبهذه الحالة عندنا انهبيتوري ريسبونس اكاي، هذا هو التثبيت، اوكي، نقصد به لانه نو مور فود تو انتر ذا انتستين، اوكي، ذا دوال. هسه عندنا ملاحظة اخر شي بهذا السلايد اللي هي انكريز جاستريك سكريشن، إيش وقت تزيد؟ أوكي، شنو اللي هو مسؤول عن زيادتها؟ Increase gastric secretion during intestinal phase is due to release of gastrin. أكد عليه إنه
زيادة الإفرازات المعدية خلال intestinal phase اللي هو آخر phase هو راجع أو سبب release of the gastrin. الجاسترين هو اللي أصلا إحنا قلنا هو triggers هو اللي يحفز أو يحث ال هذا الفيس إنه يبدأ. هسا عندنا موضوع آخر stomach secretion. أوكي شنو الأصارة المعدية، شنو المكونات؟ أول شيء اللي هي الميوكس المخ، رقم اثنين اللي هي الهيدروكلوريك أسيد أوكي حامض، جاسترين اللي سفر قبل شوية حكينا عليه اللي يحفز الطاولة، الثالث بيبسينوجين اللي هو الإناكتف لما يتحول إلى بيبسين أوكي يحفز الطاولة الثانية إنه يبدي، نمبر فايف الانترنسيك فاكتور. إذا هي الستومك سكريشن بها خمس مكونات، بها ميوكس، هيدروكلوريك أسيد، بها جاسترين، بها بيبسينوجين والانترنسيك فاكتور. هسه نيجي للميوكس شنو؟ عندنا ملاحظات على الميوكس. Surface mucus cells and mucus neck cells are secrete viscous and alkaline mucus. إذن هذا الميوكس تفرز خلايا اللي هي يسموها surface mucus cell and mucus neck cells. هي اللي تفرز لنا هذا stomach secretion. أوكي؟ اللي هو الميوكس. أوكي؟ هذا الميوكس المخاط cover the surface of epithelial. أوكي؟ يحيط أو يغطي الخلايا الطلائية الموجودة على السطح. Okay, and form a layer of 1 to 1.5 millimeters thick. ويكون لنا طبقة حوالي سمكها 1 إلى 1.5 ملي. هاي بالنسبة للميوكاس عرفنا منه الخلايا اللي تنتجه. Okay, وهو شلون يكون طبقة. Okay, بحيط بالخلايا. أوكي اللي تغطي الخلايا الطلائية. هسه نيجي على مصطلح آخر اللي هو intrinsic factor. intrinsic factor لازم نعرف أول شيء هي منو يفرزه وحتى نعطي تعريف. intrinsic factor secreted by parietal cells of pyloric region. تفرزه خلايا البريتال. أوكي. هسه intrinsic factor هو عبارة عن شنو؟ is a glycoprotein. أوكي. That binds with vitamin B12 to make vitamin more readily to absorb in the ileum. Okay. Vitamin B12 is important in DNA synthesis. So intrinsic factor هو عبارة عن خلينا نقول متكون من سكريات وبروتينات يسموها glycoprotein. يرتبط بالفيتامين B12 إلى قابلية إنه يرتبط بالفيتامين B12 to make vitamin more readily to be absorbed حتى يخلي أكثر إلى قابلية إنه يتم امتصاصه وين in the ileum بالأمعاء. أوكي الغليظة. فيتامين B12 طبعا هنا يعطي ملاحظة هو مهم في عملية تصنيع الـ DNA. Okay. هذا بالنسبة للإنترنسيك فاكتور اللي أحد مكونات الستومك سكريشن الإفرازات المعوية. حكينا على الميوكاس، حكينا على الإنترنسيك فاكتور، هسا نحكي على الهيدروكلوريك أسيد اللي هو هم أحد مكونات الستومك سكريشن الإفرازات المعوية. خلينا نشوف شنو وظيفته، شنو أهميته. Hydrochloric acid اللي هو HCl produce low pH of stomach 1 to 3 إذن هو مسؤول عن تكوين أو إنتاج pH قليل اللي هو 1 إلى 3 اللي قلنا هو جدا مهم حتى يدي الطور الثاني. أوكي نقطة رقم 2 شنو فائدة الهيدروكلوريك أسيد اللي هو has minor digestive effect on ingested food. يعني وما لفت خلينا نقول تأثير كبير على الهضم، تأثير جدا قليل يعني على الهضم لأنه فقط عامل مساعد على مود الأطوار الطور الثاني يبدي. نقطة رقم 3 low pH help to kill bacteria. أوكي بما أنه الـ HCl ينتج لنا low pH، هذا low pH هم له أهمية أنه يقتل لنا البكتيريا.
نقطة رقم أربعة low pH of stomach stop carbohydrate digestion. هذا الـ pH القليل اللي موجود بالمعدة بسبب إنتاج الهيدروكلوريك أسيد الـ HCl يوقف لنا الكربوهيدرات digestion، يوقف لنا هضم الكربوهيدرات by inactivating saliva at amylase. شلون؟ لما عن طريق تثبيط فعالية اللعاب على الأميليز يمنع اوكي قلنا احنا السلايفة يحتوي على التايلين اللي هو الأميليز اوكي اللي يساهم في عملية هضم الستارش اوكي الى الى الأميلوز الى السكريات. فاللو بي اتش هذا يوقف فعالية الأميليز اللي موجود بالسلايفة باللعاب. نقطة رقم خمسة converted pepsinogen to active pepsin. طبعا pepsinogen يتم إنتاجه from the chief cells. أوكي هذا ال low pH لما ال pepsinogen okay comes to contact with the HCl راح يتحول pepsinogen اللي هو inactive اللي منتج من ال chief cells يتحول إلى ال active form اللي هو pepsin. أوكي بالتالي البيبسين يساهم في lowering الـ pH مال المعدة. الآخر اللي هو الأخير inhibition of the gastrointestinal secretion under nervous system هاي جي ترمز للغاستريك أو gastrointestinal. أوكي فعملية تثبيت هاي الإفرازات هم يتم عن طريق النيرفس سيستم الجهاز العصبي. هاي مجموعة النقاط 1 2 3 4 هي كلها شغلات تؤدي إلى تثبيط الإفرازات. هسه عندنا distension of duodenal wall لما الاثني عشر يتمدد طبعا يتمدد نتيجة وجود فوت هذا يعطي مثل إيعاز enough secretion تم تثبيط إنتاج السكريشن ماكو بعد داعي إنه المعدة تنتج لنا إفرازات أخرى. نقطة رقم اثنين irritation substances in duodenum إذا وجود مواد خلينا نقول تسبب irritation تهيجات للدوادنم للاثني عشر هم هاي تؤدي إلى تثبيط للسكريشن. أوكي نقطة رقم ثلاثة reduce pH لما ال pH يكون قليل هم يؤدي إلى تثبيط الإفرازات المعدية. نقطة رقم أربعة hyper or hypotonic solution in the duodenum لما يكون التركيز الصوديوم NaCl أقل أو أكثر من الفيزيولوجيكال concentration اللي هو 9 بالعشرة هم هذا في الاثني عشر طبعا هذا يؤدي إلى تثبيط الإفرازات المعوية. هاي النقطة الأربعة تحفظوها شو الشغلات اللي يؤدي إلى تثبيط الإفرازات المعوية واللي هي كلها تحت سيطرة الجهاز العصبي اللي هي قلنا توسع الاثني عشري جدار الاثني عشري وجود المواد المهيجة الريتنت سبستانسز ريديوس البي اتش قلة البي اتش وهايبر اور هايبرتونيك سولوشن ان دوادنم اذا وجود محاليل هايبرتونيك اور هايبرتونيك بالاثني عشري اللي هي يكون تركيز ال ان اي سي على اقل او اكثر من 9 بالعشرة هاي كلها تؤدي الى انهبيشن اور جاستريك سكريشن الافرازات المعوية. هسه عندنا topic آخر عنوان آخر اللي هو small intestine consists of 3 parts عموما الأمعاء الدقيقة تتكون من 3 أجزاء اللي هي مشرة الجواهر خاف تجيكم فراغات duodenum jejunum and the ileum. أوكي duodenum قلنا هي الاثني عشري jejunum نسموه الصائم الإيليوم هو الجزء الأخير أوكي من الأمعاء الدقيقة وهاي طبعا أطوالها الدوادنام طوله 25 سنتيم أو 12 إنجز جوجونام 2.5 متر من دائليام 3.5 متر يعني ما أتوقع يعني هاي جيبكم يا أستاذ الصباحي بس ركزوا على على الأقل الأجزاء الرئيسية دوادنام والجوجونام والإيليام ركزوا على إملاها خاف تجيكم فراغات وهو يجيب فراغات وهو يجيب شغلات جواها خط وصحح الخطأ اوكي ويجيب صحح الخطأ اوكي انه يجب دائما هي كلها اخطاء.
هسه نموف تو ذا اذر نوتس اللي جوا هاي الاجزاء الثلاثه اللي هي تبدي modification in small intestinal surface that increase are about 600 along more digestion absorption of food. الامعاء الدقيقه السطح مالتها ممكن يصير بي modification اوكي ويزيد بالحجم يتوسع حوالي 600 مره يعني ممكن يزيد عن حجمه الطبيعي allowing more digestion هذا يساعد على ممكن نهضم اكثر كميه من الطعام ان absorb more food اوكي طبعا اللي يساعد على هاي عمليه الزياده بالسطح هي ثلاث شغلات موجوده بسطح الامعاء الدقيقه اللي هي اول شيء circular folds اللي هي مثل طاويات موجوده بطاويات حلقيه اوكي circular folds مثل طاويات حلقيه الشرات الثانية اللي هي الفيلاي اللي هي الذهابات المعوية وهي مثل الزوائد موجودة يعني خلينا نقول بالسيركولار فولز والنقطة رقم ثلاثة اللي هي المايكروفيلاي اللي هي ذهابات معوية دقيقة اوكي فوجود هاي السيركولار فولز اوكي مثل الطاويات كل ما يجي طعام اكثر كل ما تنفتح طاولة طاوية كل ما يجي طعام بعد أكثر تنفتح أكثر طاويات إلى أن ممكن يصير حجم الـ small intestine الأمعاء الدقيقة small intestinal surface ممكن يزيد بالحجم إلى 600 مرة أكثر من الحجم الطبيعي حتى يسمح بأكثر more digestion and more food to be absorbed. Again اللي يساعد هاي شغلات ثلاثة circular foods circular folds والنقطة الثانية الفيلاي والمايكروفيلاي هاي كلها ثلاث شغلات تساعد على زيادة سطح الأمعاء الدقيقة اوكي تساعد على الموديفيكيشن بالسيرفيس مال سمول انتستين الزايدة اوكي هسه عندنا ملاحظة قبل الأخير اللي هي انجيجونام اند ذا ايليوم decrease in diameter of small intestine number of folds and villi اوكي الجيجونم والإيليام اللي هي الجزء الثاني والثالث من الأمعاء الدقيقة تقريبا القطر مالتها يكون أصغر أوكي لأنه بيها عدد الفولز هاي السيركولر فولز الموجودة هي تكون أقل أوكي والفيلاي هم يكون عددها أقل فيكون قطرها أصغر أوكي فتصغر تبدي تصغر الأمعاء الدقيقة بينما الدوادنم لا بيها أكثر فولز وبها أكثر فيلاي. الملاحظة الأخيرة دوادنام عند الجوجونام أوكي معي 12 وجوجونام اللي هو الصائم are the major site of nutrients absorption أكثر مكان يصير بامتصاص بالأمعاء الدقيقة خاف تجيكم فراغات اللي هو جوجونام الصائم والدوادنام معي 12 أوكي تحفظون هاي المكانات اثنين مو كل الأجزاء الأمعاء الدقيقة بيها ثلاث أجزاء بيها الدوادنم والجوجونم والإيليوم بس أكثر مكان يصير بيهم امتصاص للمواد المغذية للفود اللي هو الدوادنم والجوجونم الاثني عشرين يعني الدوادنم الجوجونم اللي هو الصائم أوكي إن شاء الله تكون المحاضرة